أقبل أي صاحب المطعم يتقبل بالابتسامة، أجلس اللي هو أتناول الفلبيني الذي يعمل الفلبيني جرسون. الجرسون اللي في المطعم، فأتعامل معه باللين وأتعامل معه بلطف وأستفسر معه وأخذ وأعطي، يعني معه بالكلام باللين. أنت تتكلم إنجليزي؟ لا ما أتكلم إنجليزي، وبالعربي ويمشي وضعك. بالعربي يمشي الوضع، يعني كلمة كذا وكلمة كذا وكلمة بالإشارة والوضع ماشي الحمد لله. جميل. ها، والحمد لله يعني قبل لا أطلع بس أعطيه كتاب وأقول له هذا هدية مني انك تقراه، وانا ان شاء الله اني برجع المطعم مره ثانيه، ولكن ابغاك انك تقراه. وجميع اللي اعطيتهم وجربت اني اعطيتهم الكتب جميعهم يتقبلون هذا الشيء، ما في احد يقول لك لا سوري، ولا احد، كله ياخذه يقول ثانك يو فيري ماتش. كلهم ياخذون يعني، وقليل جدا اساسا اللي اعطيته كتاب وقال لي قد اخذت كتاب تعرفه بالاسلام، لدرجه اني ما اذكر اساسا احد اعطيته كتاب وقال قد اخذت كتاب. انا اللي تقريبا تجربتي 7 شهور وانا بدأت في هذا الشيء، هذا من 7 أشهر فقط، من 7 أشهر الحمد لله، وأسلم 9 ما شاء الله. الحمد لله جميل. الله. أي. لكن اللي أحد القصص الشيخ من الإسلام، دخلت المطعم، دخلت في أحد المطاعم ونفس الطريقة في المعامل في ابتسامة وكذا، وعطيته كتاب يوم جيت أطلع. مشيت بعد بأسبوع كذا، أنا قلت له طبعا إني بمرك وبسألك عن الكتاب وكذا، وأنا أساسا ماني بعارف أساسا وش اللي في الكتاب، لأن أتكلم لغة فلبينية. حلو. لكني قلت له أنا إن شاء الله ترى بمرك مرة ثانية. مريت المطعم بعد اسبوع لا ارادي، مريت المطعم بعد اسبوع كذا جاي بالصدفه، الا الرجال جاي لي مبتسم من يوم ما شافني قبل، تذكرت اني انا اعطيته كتاب. الله اكبر. قال لي انا تراني قريت كتاب، جلست اتكلم معه، يعني طبعا انا ما اعرف انجليزي والرجال يعني يلا يتكلم، والحمد لله كان معي قدي واحد يعرف انجليزي، وانجليزي حقه مكثر شوي. ها. تكلم معه وكذا، الرجال يعني وده يعرف الاسلام زياده. آه. مشيت انا طلعت من المطعم، مريت تقريبا بعد هالمطعم بأسبوعين الا الحمد لله الرجال اسلم ما شاء الله. الله اكبر. يعني وخلال قبل هذه الاسبوعين الامر المطعم كنت امره بين فتره وفتره، يعني ما ادخل اني اتعشى بس اقول له ها كيف حالك محتاج شيء وكذا وامشي. شوف المعامله يا اخي كيف اسرته اسرا. والحمد لله اسلم، وقلت له يوم انه اسلم قلت انا هذا ما يكفي انك انت اسلمت، انت الحين حسيت بطعم الايمان وحسيت بطعم الاسلام وكذا، لابد انك تدعي اخوانك، تدعي اهلك، تدعي اقاربك، تدعي اللي معك هنا في المطعم. وسبحان الله تأثير الشخص يعني على اللي حوله تأثر بسببه هو أكثر من 3 أشخاص تقريبا وأسلم وكلهم دخلوا الإسلام ما شاء الله على يده هو. إذا على يدك صاروا 12 ما هم بس. صلى الله يثبتنا وياك. طيب اللي تعطيهم كتب وتذهب عنهم كيف تدري أنهم أسلموا؟ هل تأخذ جو هواتفهم مثلا؟ بعضهم يعني بعضهم أعطيه الكتاب وبس خلاص، يعني ما أساسا أكون ما رجعت له، لكن بعد ما شفت النتائج صرت احفظ المطعم هذا اعطيته كتاب، المكان هذا اعطيته كتاب، المكان هذا اعطيته كتاب، فاصير بوقت الفراغ ما اروح اتمشى وكذا، خلاص وقت فراغي هذا خلاص اروح المطعم الفلاني اللي اعطيته كتاب اشوفه الرجال اسلم محتاج شيء زياده، اشوف الفلبينيين نفسهم اللي اساسا اسلموا، اجي لما اقول له انت لازم تعطي ناس وكذا واعطيها كتب واقول له يلا. اوه لازم تدعو الى الله. أنت جميل. انت تدعي اللي اقاربك وتدعي اللي معك. جميل. وبطريقه الفلبيني انه يدعي قريبه اقرب مني انا، لأن الفلبيني هو عارف يتكلم معه وقادر ياخذ يعرف طريقته وثقافته والتعاون يعني اساسا من نفس المكتب، يعني فيه تعاون وكذا، يعني الكتب يعني حتى اسعارها رمزيه جدا جدا، لا تذكر اساسا اسعارها. انت تشتريها على حسابك؟ اشتريها على حسابي الحمد لله. جزاك الله خير. اظنك طالب في الجامعه لسه. الله يوفقك. ها اللهم امين. وموجود يا شيخ اساسا بعض الناس متبرعين، يعني يكون ما عنده وقت اساسا، اساسا الدعوه ما تحتاج وقت، يعني قلت انا وانا رايح المطعم يعني انت رايح للشيء تحتاج الى هم ما هو بلا وقت، انت موجود انت تحط الكتب يعني معك في السياره ولا يطلب منك اي شيء، مجرد انت تمد الكتاب بس، والباقي الحمد لله يعني كل شيء مكتوب والدعوه يعني طريقها سهل جدا. الله اكبر. طيب طبعا تجربه رائعه انتم مع التركيز على الفلبينيين يا شيخ، وش معنى الفلبينيين؟ الفلبينيين يعني بالذات لان الفلبينيين هم اقرب ناس للاسلام، وكثير من الفلبينيين اساسا كانوا سابقهم مسلمين ثم يعني كفروا، يعني دعوتهم النصرانيه وكذا. احسنت. هم فلبينيين اساسا كانوا مسلمين. انا جاء واحد اعلن اسلامه عندي في المسجد اسمه اظن جاك جون عمر، جده اسمه عمر، جده مسلم. نعم. جده مسلم اي، فيقول لكن ومن الا كانت امان الله. يعني طبعا تجربه الاخ عاصم هي تجربه مع يعني مع رجال فلبينيين، الاخوات اللاتي يستمعن الينا القوارير تستطيع انها تطبق هذه التجربه نفسها 100% مع النساء، بل ان تاثر المراه بالمراه اكثر من تاثر المراه بالرجل. يعني ما الذي يمنع امراه مثلا ذهبت الى المستشفى، ما الذي يمنع في حقيبتها كما أنها تحمل معها هاتفها ويمكن مساحيق تجميل أو شيء تضع معها أيضا بعض المطويات حول الإسلام؟ قد يقول بعض أخواتنا
يعني من بعض الدول نحن ما عندنا مكاتب دعوة أو ما عندي فلوس أستطيع أني أشتري، فممكن أنها تسحبها من الإنترنت، تسحب لها ولو ورقتين فيها تعريف عام بالإسلام وتحت في اسم الموقع، بحيث أن الذي أعطيته الورقة بلغته هذا، إذا كانت تريد أنها تتعلم أكثر عن الإسلام ترجع لهذا الموقع وتستفيد. أي عبد العزيز، يعني أنا أقول بشكل عام بغض النظر عن فلبيني أو امرأة أو رجل أو علم أو كذا، أهم شيء للشخص يعني يبادر بالأسباب، والله سبحانه وتعالى يسهل عليه، أحسن، يطرح البركة، يطرح البركة، تنفتح له أسباب هو أصلا ما فكر فيها. الله أكبر، صحيح. والنية الصادقة تزيد لا 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 يعني العمل بركة. نعم، أحسنت. هو جميل، هو يعني مثل ما قال، على المرء أن يسعى إلى الخير جهده وليس عليه أن تتم النتائج، والله سبحانه وتعالى قال هو قل اعملوا، احنا مطالبين بالعمل، النتيجة غير مطالبين بها. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فالمقصود البلاغ. سوي اللي عليك إن عليك إلا البلاغ، والله بصير. نعم يا عاصم، من ضمن الشيخ اللي أنا أعطيتهم الكتب أساساً، واحد أعطيت كتاب قال أنا أنتظر، يعني أنت كنت أنتظر أحد يعني يقول لي عن الإسلام، بس أني ما كنت يعني بروح، كنت أنتظر أحد يجيني عن الإسلام، يعني أنا أسمع الأذان وكذا، يعني كنت أحس أن في دين، أحس أن في شيء صحيح بدين الإسلام، لكن كنت أنتظر يعني أحد يعطيني كتاب. ولي أنا في السعودية يقول لي 7 سنوات، حول ولا قوة، يقول لي 8 سنوات، يقول ما قد جاني أحد أعطاني كتاب، وهو في السعودية، يعني كيف في الدول الثانية؟ والله هذا حقيقة حجة علينا، ليس فقط ترى يا جماعة الكلام في السعودية، أنا أتكلم مع جميع دول الخليج، أتكلم مع دول المغرب العربي، مع مصر، مع دول الشام، مع العراق، مع اليمن، مع إخواننا الذين في الخارج في أوروبا وفي أمريكا وأستراليا وكل العالم، نحن نكلم كل إنسان ينتمي إلى هذا الدين أن يكون له تأثيره في غيره. وقد ذكرنا أن امرأة تقم المسجد هذا اللي استطاعت تقدم للدين، أنت يا أخي وأنت تستطيع أن تقدم أعظم من ذلك، يعني نقرأ ونكتب وعندنا انترنت، يستطيع الإنسان أن يكون تأثيره أعظم من هذا، لكن أهم شيء أن يحمل هذا الهم في داخل قلبه. إذا حمل هذا الهم وفقه الله سبحانه وتعالى، مثل ما ذكر الأخ عبد العزيز، يعني الإنسان عليه أن يبذل ويصدق النية، والله سبحانه وتعالى يطرح البركة في مثل ذلك. أختم بقصة، أنا أشوف أيديكم لكن الوقت انتهى تقريبا. امرأة عجوز كانت تذهب للمستشفى وكانت تتأخر في الدخول على الطبيب، يعني يكون في أحيانا قبلها 4 أو 5 نساء، فكانت تأخذ معها كيسا فيه أشرطة التي سمعوها في البيت، أشرطة دينية يعني محاضرات وقرآن، سمعوها في البيت، وتقول لجاراتها إذا عندكم أشرطة سمعتموها ورميتموها يمين ويسار أو في السيارة عندكم أهملت أعطوني إياها، فتأخذ كيس معها فيه 20 شريطا، 30، 100 شريط، وتأتي وتجلس في غرفة الاستراحة الخاصة بالنساء لتدخل على الطبيب، وإذا مر بها نساء تقول تفضل هذا شريط محاضرة عن بر الوالدين، هذا شريط محاضرة عن كذا، يعني عملت شيء. وأذكر امرأة أخرى ما تعرف تقرأ ولا تكتب، وكانت في يوم من أيام الأسبوع تعمل محاضرة لجاراتها، كيف؟ تعزمهم على الفطور، وإذا جاءوا تقول يا مرحبا الفطور الساعة 10، أريدكم تأتون الساعة 9، فيأتون الساعة 9 تشغل لهم شريط، هذا واقع أعرفها، تشغل لهم شريط عن فضل ذكر الله، آداب قراءة القرآن، هي ما تعرف تلقي لكن اسمعوا، إذا انتهوا قالت يا مرحبا تفضلوا على الإفطار. يا سلام. فكن هؤلاء النساء ينتظرن متى يأتي هذا اليوم. المقصود أنت يعني عليك أن تسعى وتجتهد، والله سبحانه وتعالى يطرح البركة. جزاكم الله خير يا شباب، وبارك الله فيكم، أسأل الله يثبتنا وإياكم، يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول. أنتم أيضا أيها الإخوة والأخوات المشاهدي اقرأ، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء، وأسأل الله أن يكون أيضا ما قدمناه نحن يعني دافعا لنا جميعا في الحقيقة على أن يقفز الإنسان قفزة في أن يكون له مثل هذا التأثير، خاصة أخواتنا القوارير. وفق الله تعالى الجميع إلى كل خير، إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.